يتواصل الإنجاز. أهلا بكم وحياكم الله في أطول حوار إذاعي في العالم يستمر حتى 50 ساعة القادم من هنا من فلسطين من إذاعة راية أف أم. سأرافقكم أنا طلعت علوي في الإعداد والتقديم على مدار 50 ساعة القادمة. أطول حوار إذاعي انطلق اليوم ليستمر حتى 50 ساعة متواصلة، تقسم إلى محاور وقضايا محلية بقالب دولي، سعياً لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس العالمية، وخوض تحد جديد من قبل مقدم هذا الحوار الإعلامي طلعت علوي وضمه لتحديات الشعب الفلسطيني. احنا حابين اليوم نقدم شيء مختلف كرسالة من الإعلام الفلسطيني للعالم كله. الإعلام قادر يقدم شيء دائما مختلف الملامح. اليوم الإعلام الفلسطيني عم بتقدم وعم بتطور بصورة كبيرة، يوصل لمرحلة يتجاوز فيها قضية نقل الحدث إلى قضية صناعة الحدث، وهذا راح نحاول نبت فيه اليوم وبكرة وبعد غدا إن شاء الله تعالى من خلال 50 ساعة متواصلة على الهواء مباشرة. الهدف ليس فقط المشاركة في أطول برنامج بقدر ما هو إيصال رسالة أن هذا الشعب لديه نفس طويل في المعاناة ونفس طويل في إيصال الصوت والنجاح، لأنه إحنا كشعب فلسطيني لو أحبطنا أو فقدنا الأمل انتهينا منذ أكثر من 60 عام. موسوعة جينيس التي وضعت شروط دخول إذاعة راية أف أم في هذه المسابقة ورغم عدم وجود محكميها لأسباب الحظر الأمني البريطاني، إلا أنها تتابع دقة تفاصيل هذا الحدث الإعلامي وتوثق الدقائق والمحاور. في عملية توثيق كتير ضخمة رح تكون عشان نثبت لهم، في فيديو ريكوردنج رح تسجيل بالصوت والصورة طبعا رح يتوثق كامل للخمسين ساعة، في كمان زي شهود تنين على كل محور رح يكون على كل 4 ساعات، في كمان حكم تنين لكل 4 ساعات رح يتوثقوا بفورم كامل. 50 ساعة طول كل محور فيها 4 ساعات يتبعها استراحة لمدة 20 دقيقة لمذيع الحوار، يتضمن كل محور استراحة لمدة 5 دقائق لكل ساعة. هذه بعض من الشروط التي يخضع لها أطول حوار إذاعي في العالم سعياً لدخول جينيس. لتلفزيون القدس لما أبو هلال، رام الله. أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس .com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.